يا للمسكين، كان واثقا من نفسه كثيرا. ما بال هذين الجرذين؟ واضح أن الخلاف بينهم كبير. وكأنها فأرة وتم اصطيادها من قبل هذا السياج. من المهم أن يكون هناك وقت تقضونه مع كلابكم الأليفة، ولكن احذروا من القضاء على من تحبونهم بالخطأ. لابد أن هذه طريقة جديدة للمزاح. ظنت هذه العجوز أن كل شيء على ما يرام، إلى أن طقت البالون الخطأ. هل رأيتم عملية انسلاخ لعنكبوت في يوم من الأيام؟ عندما يقرر الكلب الذهاب للجيم والقيام بالتمارين الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية، أحسنت عملاً ثابر إلى الأمام. من الواضح أن هذا الكلب سعيد للغاية بعودته إلى المنزل، ويحاول التعبير عن فرحته بهذه الطريقة. هل رأيتم فنان ظلال مبدعا إلى هذا الحد من قبل؟ يبدو أنه كان منزعجا للغاية من هذا الرجل المسكين، لذا قام بمهاجمته بهذا الشكل. هذه هي الطريقة التي يستخدمها الرجل لتنبيه التمساح بأنه قد أتى بالطعام له. Oh, 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 oh.